السلام عليكم. الجزائر تنوع شركائها في ميدان استغلال مناجم الحديد في بيقارج بيلات، حيث أنه فيه اتفاق مبدئي ما بين قطر وتركيا لاستغلال الحديد بغارج بيلات، بالإضافة إلى الشريك الصيني اللي سوف يتكفل بإنشاء الهياكل، كل الهياكل القاعدية التي يحتاجها المشروع من سكة حديدية وتطوير البنى التحتية في حول المناجم الحديد بغارج بيلات، وكذلك في مناطق التحويل نتاع الحديد اللي سوف تنشأ في ولاية بشار. إذن بالإضافة إلى هذا كل هذا، فيه اتفاق ما بين شركاء من تركيا وقطر لاستغلال الحديد هذا لتمويل يعني المصانع ولا المركبات نتاع انتاج الحديد في بلارة بولاية ميلا وجيجل، وكذلك مركبات انتاج يعني الحديد لي برودوي فيني تاع الحديد، يعني في مركبات تصيالي بارزيو بالقرب من مدينه وهران. إذن هذا الاتجاه الاستراتيجي للجزائر سوف يحول الجزائر الى قوه اقتصاديه كبيره جدا، يعني بالاضافه الى القدرات الغازية والطاقية الكبيرة التي أصبحت الجزائر تملكها. إذن هذه الشراكة الجديدة الاستراتيجية مع تركيا في أول مرحلة أولى، ثم مع قطر في المرحلة الثانية، سوف تسمح للشريك التركي توسيالي بأن ينشأ أكبر مصنع لتحويل الحديد في مدينة يعني في ولاية بشار لتمويل الحديد اللي سوف يمول إذن المركب نتاع توسيالي بوهران. وللعلم أنه إلى يومنا هذا ما زالت الجزائر تستورد الخام نتاع الحديد اللي تمول به المصانع نتاع تركيا في وهران، وكذلك مركب بلارة ما زال فيه استيراد المادة الخام تاع الحديد، وهذا اللي سوف يتغير تماما لتصبح الجزائر واحدة من أكبر المنتجين نتاع الحديد الخام، وكذلك بعد المصانع تحت التحويل والمركبات سوف تصبح واحدة من أكبر المنتجين نتاع الحديد المصنع، يعني يعني انتاج الحديد المسطح اللي يستعمل في البواخر ويستعمل في الانابيب، صناعه الانابيب ويستعمل في صناعه السيارات وكذا، ثم الى كذلك في صناعه الحديد المخصص للبناء بجميع انواعه وجميع انواع الحديد، يعني في كل مجالات. إذن هذا هو توجه الاستراتيجي اللي راه قيد الدراسة مع الشريك التركي، وكذلك مع الشريك القطري. إذن اللي نحن ندخل في مجال التصنيع نتاع الحديد بعد ما كنا قد أبرمنا اتفاقات استراتيجية مع الصين في مجال استخراج نتاع الحديد، واكيد انه هذا يعني هذا التوجه سوف يخلق ديناميكيه اقتصاديه غير مسبوقه في يعني في الجهه الجنوبيه الغربيه للجزائر، وكذلك بالنسبه للفوسفات سوف نتكلم عليه في فيديو اخر، وكذلك بمناجم الزنك في ولايه بجار. اذا ان شاء الله يكون في اخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.